ليرولين. عندما تسمع هذا الاسم للوهلة الأولى تدرك أنه دواء لعلاج التهاب الأعصاب ومضاد للصرع، ولكن أصبح الآن مصدر خطورة رهيبة بعد لجوء الشباب إليه كنوع جديد من المخدرات وكبديل للترامادول نظراً لاختفائه وقلته بمصر، نظراً لسهولة الحصول عليه من الصيدليات بدون روشتة وعدم إدراجه في جدول المخدرات. خاضت الوطن مغامرة شراء هذا العقار من إحدى الصيدليات بدون روشتة لإثبات سهولة الحصول عليه. ايه الادويه الجميله دي؟ ده بتاع ايه ده يا دكتور اصلا؟ قالت كانت ب 25 بقت 105. ده بتاع ايه ده اصلا؟ ده بتاع التهاب الاعصاب. ده مين ده؟ انا بقول لك يعني يا ريت ما تخدمش. ايه؟ يا ريت ما تخدمش. ليه طيب؟ عشان يعني هتتعود عليه. هو ادمان يعني؟ مش ادمان بس يعني بيعمل دماغ وكده بيدور الجسم يعني. زي الترامادول؟ لا مش زيه بس بيدور الجسم. ده بس ده انت بتاخد كام قرص في اليوم؟ لا ده هو مش ليا. لا والدته. لا بدل علاج يبقى خد براحتك. لكن لو في ناس بتاخدوه علشان تسترخي وكده وتعمل دماغ. ده زي الترامادول يعني. هو ده دكتور مصرح يعني مش مصرح. عادي يعني عادي بدل لوالدتك مفيش مشاكل. لكن للشباب بنعمل دماغ براحتنا. ده كل اللي واقفين هنا بياخدوا من نفس الرز ده ولا ايه؟ كله يعني السور ده كده كله بياخدوا من نفس بقى منتشر يا اسطى من دول فشخ. انت جايبه منين ده؟ اي صيدليه. انت خدت كام حبايه بقى؟ طب وريني كده الشريط اللي معاك. ده اسمه ايه؟ ليرولين. الشريط ب 35 ماشي. انا عشان اروح اجيب له نص اسبوع اشربه في سجارتين يعمل معايا دماغ نص ساعه ويفصل. ده بقى الليفل بيفضل شغال 24 ساعه. دماغه جميله يعني. عقار الليرولين اصبح دلوقتي بديلا عن عقار الترامادول. يعني حتى لو عملت احصائيه بالنسبه بين المدمنين عن اكثر العقارات الكيميائيه استخداما الان هتجد ان الترامادول تراجع والليرولين بقى رقم واحد. يبدأ ياخد كبسولة حس بهدوء نفسي واسترخاء، يبدأ يزود اتنين بقوا تلاتة بقوا خمسة بقوا عشرة. انا احد المدمنين كان عندي بيقول ان هو بياخد في اليوم الواحد تقريبا تلات شرايط من علبة او عقار الليرولين، يعني ما يقارب 30 كبسولة. أثناء لقاءنا مع أحد مدمني ليرولين لمعرفة أسباب لجوئهم إليه وعدد الجرعات ومدى تأثيره عليهم. أول بدأت معي بحبتين لحد ما الدوز بدأ بخمسة ستة، حال دلوقتي وصل معي مثلا 14 حباية 15 حباية في اليوم. تشنج يعني أعصابهم عادت تلعب لوحديها، بدأوا يتشنجوا وتجيلهم حالة صرع. بس أنا أغماء عرفت عليه يعني اصحاب السوق كتير يعني كل كذا واحده اللي اكد ان البرشام ده دماغه حلوه خالص ورايقه. احيانا بيفضل كبسوله في القهوه، احيانا بيفضل كبسوله في ورقه وياخدها زي ما بيسموها سحب، يشم الماده الكيميائيه نفسها. التأثير النفسي والتأثير العضوي بيخلي المدمن يقبل عليه بانبساط. في الفترة الأخيرة لاحظنا إن في تراجع في
نسب المدمنين اللي بيتعاطوا ترامادول وابتدوا يتبهوا المادة بديلة. المادة البديلة دي هي مش مادة إدمانية، ده دواء اسمه لالورين بيصرف لمرضى اللي عندهم المرضى اللي بيعانوا من مرضى السكري أو التهاب في الأعصاب، مادة فعالة اللي فيه اسمها بريبالين، لأن إن هو بيعمل إحلال بيبطل الترامادول، إن الترامادول ما بقاش متواجد بكثرة زي زمان. ترى دلوقتي إن هو يتجه لدواء عقار طبي علاجي لمرضى بيعاني من التهاب في الأعصاب أو عندهم صرع، إن هو يجيبه من الصيدلية وبين روجيتا وابتدى ياخده الشخص المدمن فيخرج من سجن الترامادول لسجن اللالورين. حسسني يعني بيخليني ريلاكس، دماغ هادية، بيرخى أعصابي خالص، بيخليني شايل هم أي حاجة، وفي نفس الوقت يعني سعره هادي ب 35 جنيه ومن أي بجيبه من أي صيدلية، مش هتعب واجيبه مثلا وننزل اي ديلر واتفق ولا اتفق معاه ولا حتى لو اتمسكت مثلا بيه عادي جدا يعني زي كاني سكران. لا يعني حد يكره دماغ زي كده ويفصلها طبعا. ريلاكس كل حاجه، دماغه بامده خالص، من اجمد من الحشيش، بس ما انصحش بيه، من اعراضه فعلا صح. انا شفت واحد قصادي كان بين الحياه والموت. الاكتشاف ان هو بيعمل دماغ او بيعلم في المخ ده اكتشفوه المدمنين بحكم ان هم عنده قرون استشعار لاي مادة كيميائية بتعمل نوع من الاسترخاء، نوع من التسامي، نوع من انه يبقى عنده حالة من الانبساط الكاذب، نوع من البلادة او عدم التفاعل مع المشكلات، نوع من الهروب من الواقع وهكذا. اكتشاف هذه الامور غالبا بيتم بالمصادفة، وبعد كده بينتقل الكلام من مدمن الى اخر الى اخر الى اخر الى ان يصل انه ياخد شعبية بين المدمنين. النهاردة المدمنين يتحولوا او اغلب المدمنين عايزين يتحولوا من ادمان الترامادول لادمان اللورين. الخطوره ان هو ملوش تحليل، اي ماده مخدره بيكون في ترويج ليها على ان الماده المخدره ديت مقويه وجنسيا او بتدي باور او بتوصلك لحاله من الريلاكسيشن. كل المفاهيم المغلوطه ديت هي اللي بتوصل عدد كبير جدا ان اولاد تخش في دايره اللورين أو حتى الأسماء المختلفة ليه، لاريكا أو لالورين أو أي اسم من الأسماء المتداولة. الحقيقة إن مجتمع المدمنين دايما بيدور على مواد توصله لحالة النشوة وحالة الحالة اللي هو نفسه وصلها، إن هو يتغلب على الآلام اللي عنده وإن هو في نفس الوقت يحس بسعادة. لكن خليني أقول لحضرتك إن المواد دي ما بتعملش كده على اللونج تايم، ده على اللونج تايم بتسبب الاكتئاب وبتسبب الأمراض النفسية المعروفة اللي بين المدمنين. يا باشا أقول لك على حاجة، انا اولا واحد معدته قد كده، صغيره خالص قد كده بالظبط، ما بكملش ورك الفرخه، تمام؟ عند ما خدت البرشام ده ممكن اكل فرختين. كان اول مره قال كان بدافع ان هو يجربه، خد حبيتين، بعد كده خد واحده ثالثه، بعديها جاب له تشنجات عصبيه في الاول، تشنج، بعد كده قعد له زي ساعه كده فاقد للوعي تقريبا، دخل في حاله صرع، عينه بيضت خالص. بص يا سيدي، هو دواء الشباب بيستخدموه بديل اصناف الترامادول، عائلة الترامادول، وده بيسبب خطورة على الكلى وعلى القلب، ماشي، وعلى الجهاز العصبي للإنسان، غير طبعا تأثيره المباشر على الجهاز الهضمي اللي هي قرح المعدة والالتهابات. تمام. احنا بنطالب الإدارة المركزية بإدراجه ضمن جدول المخدرات. تمام. الحقيقة يعني فيه نوع من أنواع إسهال التعاطي عن طريق الصيادلة بدون ضابط وبدون رابط وبدون احتياج. اللي بيروح يقول له أنا عايز شريط ليرولين، بيطلع له شريط علبة ليرولين، بيروح يقول له اديني باكتة ليرولين، بيديله باكتة ليرولين بدون روجيتا بدون وصفة. خد بالك، انت خرجت من فخة إدمان الترامادول لفخ إدمان اللورين، خرجت من سجن لسجن، انت كده بتستبدل ماده بماده. ولو انت شايف ان النهارده اللورين ده مش عامل لك مشاكل وبيوصلك لنفس المود اللي انت حاسس ان هو بيوصلك اللي كنت بتوصل له عن طريق الترامادول، لا ده هيعمل لك مشاكل كتيره جدا
انت المفروض لما بتيجي تتعافى وتبطل كل انواع المواد المخدره، فما تخرجش من سجن لسجن، ما تخرجش من ذل العبوديه لذل عبوديه اكثر، اللي في الحالتين الاثنين هيوصلوك لمشاكل كتير. بعد كل هذه التاثيرات المعروفه والمعلنه للجميع، يبقى السؤال: لماذا لم تتحرك وزاره الصحه ونقابه الصيادله لادراجه في جدول المخدرات وانقاذ الشباب؟